السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد السيد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على بوكسر حوا 2020، الفئة التانية من بوكسر. طبعا عارفين إن شركة حوا منزلة 3 إصدارات من بوكسر، إصدار هما 3 5 غير طبعا، ولكن منزلة إصدار عادة أمامي وخلفي الفرملة، ده طبعا المشهورة، في باكم أمامي وعادة خلفي، في باكم أمامي وباكم خلفي. طبعا خير الأمور الوسط، فخلينا في الباكم امامي وعاده خلفي. اول ما هندخل هنتكلم على الجهاز الحركي، الموتور. الموتور 150 سي سي، ضغط عالي او كبس عالي، بنزين 92 افضل ليه، مش حامي ما يقصرش، لا ما تقلقش خالص، يمشي ب 80 ما فيش فيها مشكله خالص، ولكن احنا بنتكلم على الافضل اللي نازل معاه. طيب فتحه شكمان واحده، الموتور على كتينه، يعني صوت ناعم، صوت هادي، ما تسمعش لا صوت. تمام، عندي الموتور 5 غيار، 5 نقلات، الخمسة لتحت، يعني مش واحد تحت والباقي فوق، لا الخمسة لتحت. طب بعد الخمس قفل؟ لا، هينور وهيدي معاك الأول. طب أعرف إزاي؟ عندي في العداد شاشة غيارات أو ساعة غيارات فوق بتبين لي أنا ماشي على الأول والتاني والتالت والرابع والخامس. تمام، مستوى من الزيت 1 لتر، 1000 مللي لتر زيت، 2 صباب بيستم واحد، تبريد الهواء المحيط بيه، تبريد خارجي، الهواء المحيط بيه هو العامل على التبريد بتاعه، مفيش فيه سربنتينا ولا اي حاجه، رادياتير ولا اي حاجه من ديت، مثبت على شاسيه من الحديد كامل. الشاسيه طبعا كنا وزناه قبل كده تقريبا 14 كيلو، من اقوى وامتن الشاسيهات اللي موجوده في المكن الصيني كله. طيب البوكسر قطع غيره قليله وصعب تلاقيها في كل مكان، ما تقلقش المكن الصيني ده اجمل حاجه. بص طبعا ده مش ترويج للصيني، ولكن هو سبحان الله هو الصيني عشان قطع غياره، هتخش في اي صنعه في الدنيا يقول لك الصيني عشان قطع غيارها، بس انا ما اجيبش مكنه وارميها بعد كده لما تعطل مني، او الف وادوخ واعطل نفسي 2 3 اسبوع عشان ايه؟ قطع غيار مكنه. تمام، يبقى هسافر واعطل عشان قطع غيار. طيب يبقى الشاسيه المقص نفس الموضوع، آلة الجر 15/42، يعني انسى بقى موضوع الكركره، تشيل وراك تشيل حمل، الكلام ده مكنه ناعمه، سواء في العزم، الطلعة، الكركرة، الصوت، الكلام ده كله تنساه. الكارع مثبت في الشاسيه، على فكرة كل مكونات المكنة دي مثبتة في الشاسيه الحديد، وهي حديد، يعني حاجات حديد ومثبتة في الشاسيه الحديد، ودي ميزة طبعا، طول عمر وكفاءة وقوة. الحديد يوم ما يتكسر هلحم، لكن الألومنيوم هتغير مقصات، الكلام ده. الكارع مثبت في الشاسيه، ودي ميزه ان هو مش مثبت في الموتور عشان ودان الموتور اللي تحت. تمام، طيب عندي التانك هندخل عليه بعد كده، 11 لتر ده اللي بيقولوا عليه، ياخد اكتر، سيبك من اللترين اللي بياخدوه بعد كده، ولكن خليك في ال 11 لتر. طب اعرف ازاي ان انا ماشي على قد ايه بنزين؟ انا معايا حاجتين للبنزين، اولا حنفيه بنزين فيها عاده وقفل واحتياطي، الاحتياطي معايا لتر ونص، يعني يمشينا قد ايه؟ لا يمشيك حوالي 70 80 كيلو. ليه؟ هو اللتر بمشي قد ايه؟ اللتر بيقول لك لو انت ماشي مظبوط على السرعه القصوى بتاعتها اللي هي من 80 ل 85 كيلو بتجيب اكتر، لكن احنا نمشي زي ما الكتالوج بيقول. بيقول لك لو انت ماشي على السرعه القصوى ال 100 كيلو ب 2.2 من 10 لتر، انت متخيل يعني لترين وشرطتين يمشوك 100 كيلو، فاستهلاكها للبنزين ممتاز. طب برضو الحنفيه ديت باظت معايا والاحتياطي مش شغال، معاك يا باشا مؤشر بنزين في العداد، لو خدت بالك من العداد هتلاقي المؤشر اليمين ده مؤشر بنزين، الشمال ده السرعه، خدت بالك؟ وسعه الغيارات في تحت في مؤشر البنزين فيها الاول والثاني، وده التنوير. تمام، الجنب اليمين ده المرش، ده بكره البنزين اللي هي التزويد، الزرار ده بتاع الكهرباء يفتح ويقفل النور، وده مقبض الفرمله الاماميه تخلي بالك منه، ده كونتاك كده اتقفل، لف الجدول ناحيه الشمال، انزل تحت سوسته صغيره كده ولف، ده قفل الجدول، الجدول اتقفل. وطبعا قفل الجدول في الكونتاك اقوى واسهل واحسن من القفل اللي تحت. تمام، الجنب الشمال الكلاكس، ده الفلاشرات يمين وشمال، الزرار اللي فوق ده قلاب النور عالي وواطي، واللي قدام ده الرعاش. تمام، مقبض الدبرياش ده مقبض ثابت، اليد الثابتة، وده الدبرياش كده، كل حاجة عن فوق التانك. تمام، ظهر الموتوسيكل مستوي،
دي ميزه. وطبعا دي الدواسات الحديد اللي قلنا عليها، شبك حديد كامل يمين وشمال حديد، ماسك في الشاسيه الاساسي حديد برضه، مفيش فيها حاجه الومنيوم زي المقصات اللي احنا تعودنا عليها قبل كده. تمام. طول المكنه وعرضها وكل حاجه ده مناسبه لاي حد، وخصوصا الجماعه الايه كبار السن بقى. واحد مثلا هيشيل عليها مثلا الحاجه عائليه من الاخر، ظهرك مظبوط، اللي هيقعد وراك هيقعد مظبوط، نفس الموضوع مش مايل عليك الكلام ده. فالمكنه كهيئه عامه كويسه، قطع غيرها 100 100. فرام الامامي باكم، ورا عاده، بس عاده بكفاءه الباكم ما شاء الله، متاسسه كويس، مظبوطه كويس. اتنين مساعد امامي، اتنين مساعد خلفي دبل، الاربع مساعدين امامي وخلفي سلسين جدا، تقريبا تقريبا زي بتاع الضايو، لانه ناعم جدا ما تحسش بمطبقه. تمام كده تقريبا كل حاجه عن الموتوسيكل. سعر المكنه كام؟ المكنه النهارده دي اللي هي باكم امامي وعاده خلفي عامله 14,000 جنيه. تمام. ده الشبكه الخلفيه حديد، الترس ما بيتقلعش، الترس مثبت باكس لوحده في المقص الخلفي، الجنطه بتطلع لوحده. طبعا البطاريه 12 فولت على 7 امبير، الاشارات كلها باللمبات بكل حاجه نفس الموضوع. يبقى انا عندي الفيوز 25 امبير. طيب كده تقريبا كل حاجه وضحت. اي معلومه ناقصه انا ما خدتش بالي منها هستاذنك في تعليق صغير كده، وتحت امر عليك في اي حاجه وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السرعه القصوى طبعا الوزن بتاعها 130 كيلو، ما يقرب من 130-135 كيلو. السرعه القصوى 85 كيلو. الحموله القصوى 150 كيلو، طبعا اي موتوسيكل بيكتبوا 150 كيلو، هي تشيل تشيل وتحمل وتحمل، بجد مساعدينها ممتازه جدا. تمام. خلاص ده كده كل حاجه عن المكنه. اي استفسار اي حاجه تحت امر عليك في تعليق، وانا تحت امرك اوصلها لك لغايه البيت حتى. كده السعر والكفاءه، مزوده بمرش ومنافله للطوارئ، النور، اكس لام، وكرسي خلفي، طبعا في وش ترس بس انا فكيته عشان في شويه حاجات كده بنعملها بس. والسلام عليكم ورحمه الله.